نروح بقى لخبر انتشر على السوشيال ميديا، ضرب وسحل وحجر، فنانون عانوا من جحود ابنائهم. طبعا بعد كلام الفنان رشوان توفيق من كام يوم عن قضيه الحجر اللي رفعت عليه بنته وجوزها دي، خلينا نقول ان الموقف ده فرصه بالنسبه لنا كويسه عشان نعرف احنا علاقتنا باهالينا شكلها ايه. شوف كده انت وصلت المستوى لحد فين من الجحود لا قدر الله مع اهلك وانت بتتعامل معاهم، ولا انت تمام وشايلهم من على الارض شيل زي ما احنا ما بنقول كده، ومقدر قول الله تعالى وبالوالدين احسانا. مهم جدا جدا ننتبه يا جماعه، لانه علاقتنا مع اهالينا هي اللي بتدخلنا الجنه او العكس. فمهم لما بقى نشوف اي خبر في هذا الاطار او اي حاجه بتحصل حوالينا ان احنا يعني ناخدها كده ونطبقها على نفسنا، عشان الحاجات دي بتبقى رسائل سواء كانت مبطنه او ظاهره لكل واحد فينا. وللاسف بين الفنانين كمان اللي ولاده جحدوا عليه، ما كانش بس الفنان اللي طلع من كام يوم واتكلم في المساله رشوان توفيق، لا ده كمان هشام سليم زمان كان عيط برضه في واحده من اللقاءات التلفزيونيه وقال عايز اقول لهم ان الفلوس لا تعني شيء، انا مستعده اديكم روحي نورة بنتي، يعني علشان كانت بتسأل عني قاموا رموهالي، واتمنى ان ربنا يهدي لي البنتين التانيين لاني مش بشوفهم خالص ولا بيعبروني للاسف الشديد. وكتير من الفنانين حصل لهم نفس الموقف ده، زي مثلا الفنان سيد زيان اللي 3 من بناته رفعوا عليه دعوة حجر في المحكمة، وحكمت المحكمة ان الاخت الكبيرة هي اللي هتتصرف في الاموال دي. برضه من القضايا اللي سمعنا عنها بشكل كبير اللي كان حصل للفنانه صباح، عانت بعد كده من نفس الجحود من بنتها هويده اللي عملت ايه بقى، اتجوزت بدون علمها، ولما عرفت الخبر فضلت بقى تصوت وجالها حاله نفسيه شديده السوء، ولما ماتت حتى ما راحتش حضره العزاء بتاعتها، ولا كان كانت والدتها بقى صباح ولا اي حاجه خالص. وكتير من الناس عبروا عن ده، خصوصا الفنانين لما كانوا بيطلعوا بمنتهى الاسى والدموع. وللاسف ما بنتعلمش من الدرس، نسال الله سبحانه وتعالى يحفظ اولادنا امهاتنا وابائنا يا رب، وانه يصلحنا لاولادنا ويصلح اولادنا لينا، ويرزق ابائنا امهاتنا العمر المديد والصحه السديده الجيده اللهم امين، ويرحمهم كما ربونا صغارا. في الاطار ده الحقيقه انا عايزه اقول حاجه لكل اب وام بيسمعوني، في ناس ممكن تقول ان المساله مساله انه الاب او الام ما احسنوش تربيه اولادهم، وارد يكونوا ما احسنوش تربيه اولادهم، ولكن وارد كمان يكونوا احسنوا تربيه اولادهم. انا مش بتكلم على الفنانين دلوقتي، انا بتكلم في المطلق العام. التربيه دي رزق، وصلاح الاولاد ده رزق، احنا بنجتهد مع اولادنا وبنعمل اللي علينا وبندعي لهم في كل ركعه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول اني اصلي من الليل لاجلك يا ولدي، وكنت لسه قاريه قصه لطيفه جدا لام كان كل ما حد من ولادها يتعبها كانت تتصدق تقول خذ من اموالهم يعني صدقه تطهرهم وتزكيهم، فكانت بالنسبه لها بتتصدق لصلاح اولادها وبتقول الحمد لله ربنا اصلح ولادها. فاحنا بناخد بالاسباب، النتيجه مش بتاعتنا، ربنا يصلح ولادنا اللهم امين يا رب، ولا يرينا فيهم سوءا ولا مكروها.